معي العمدة سيد فؤاد من سوهاج. يا عمدة أهلا وسهلا. اهلا بك مصطفى بيه، أهلا السلام بيك يا عليكم. فندم. وعليكم السلام، أهلا ازيك يا بيك. مصطفى بيه؟ اهلا الله بيك يا فندم. يخليك، ربنا يبارك مصطفى فيك. بيه، الموضوع اللي بتتكلم فيه حضرتك يعني انت تعلم وانا نعلم والكل يعلم، اجدودنا ما كانوا يتعدوا 10 مليون حاربوا الاستعمار والعدوان الفرنسي، واحنا النهارده 100 مليون مش عارفين نحارب بالدولار. نعم. البلد والوطن يا باشا واخد بالك عايزين وقفه، لان 100 مليون لو فينا 25 مليون واخد بالك مقتدرين ورجال اعمال واصحاب شركات واصحاب كومباونات، نعم، و7 مليون موظف لو كل موظف تغاضى عن مرتبه لمده شهر نعم، هنلموا مليارات الدولارات واخد بال حضرتك ونحلوا ازمتنا. رجال الاعمال اللي هم صاحبين شركات راح يبيعوا الفيلا ب 100 مليون لو كل واحد منهم اتبرع بمليون دولار مقابل 30 مليون جنيه هيحل مشكلتنا. والمواطن بدون وطن ملهوش لازمه، يعني اي مواطن حضرتك ملهوش وطن يعتبر ذليل ملهوش اي لازمه. المفروض يا فندم الناس تعبانه، والله والله يا مصطفى بيه صدقا كلامك، الناس صحيح. تعبانه واخد بالك بتبح تراب، صحيح. فالمفروض واخد بالك الناس القدوه الناس اللي هي صفوه المجتمع كرجال نعم. اعمال وكاصحاب شركات وكاعلاميين وكموظفين وكمسؤولين لو كل واحد تبرع تقشف في لمده شهر وتبرع عن مرتبه الشخصي مش هتخرب الدنيا، نعم، هتخرب الدنيا ونشيله بلدنا ونشيله وطننا. نعم. وطننا واخد بالك لو حصلت فيه اي حاجه هنروحوا فين؟ نعم. هنروحوا فين؟ ده احنا 100 مليون لو كل واحد دفع جنيه نلموا مليارات يا مصطفى بيه. صحيح صحيح صحيح. لكن هنحمل على المواطن الغلبان اللي هو ولا ليه مرتب ولا ليه عايد ولا ليه اي شيء، ده مش هيقدر يتحمل اكتر من فاتوره نعم. الكهرباء وفاتوره الميه اللي هو جاي بيها وماشي بالعافيه. نعم. فين نعم. رجال الاعمال؟ فين القدوه؟ فين الصحفيين؟ نعم. فين نعم. الاعلاميين؟ بدل نعم. ما كل واحد واخد على منبر قناه وبيتكلم كلام احنا مش فاهمينه، نعمل مبادره، نعمل مبادره نشجع الناس صحيح. ويكونوا قدوه. لما كل واحد منهم يتبرع المرتب صحيح. بتاعه هيشجعني ويشجع اي مواطن يقف جنب وطنه وجنب بلده. صحيح صحيح. تبرع ب 200 الف جنيه مصطفى بيه راجل صرف على جدي ومستعد حبا في وطني نتبرع ب 200 الف جنيه من بكره. ربنا يكرمك، دول بقى توديهم لصندوق تحيا مصر. تحيا ماشي؟ مصر يا فندم يوم لحد وانا هكلم وحد السيد اللواء محمد امين، امين عام الصندوق. نعم. وحدي له تليفونك وتبرع بال 200 الف. تمام. احنا بنشكرك يا عمده. تحيا مصر واحنا من غير مصر ما لناش لازمه. شكرا لك يا عمده، الف شكر، ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك.